يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا مصطفى، وكل سنة وانت بخير. صباح الفل عليك يا منى، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. النهاردة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ربما كنا يعني من قريب بنعيش أجواء يعني خاصة بالأعياد عند كل المصريين، يعني كان إخواتنا الأقباط من بالأمس القريب كانوا بيعيشوا أعيادهم. النهاردة إحنا بنحتفل بعيد الفطر المبارك، ووسط كل ده في أيضا عيد وطني بيجمع كل المصريين على أرضية واحدة. النهاردة بنتكلم عن ذكرى تحرير سيناء، اليوم المجيد اللي استردينا فيه سيناء فيما عدا طابة، كان طابة بعديها يعني تم الدخول فيها في مفاوضات لغاية لما تم خروج الإسرائيليين منها في 15 مارس سنة 1989. النهاردة بيعتبر تتويج لختام معركة الحرب والسلام. النهاردة نجح الجيش المصري في تحقيق الانتصار، في استعادة العزة والكرامة، رفعنا العلم المصري على آخر شبر في أرض الفيروز. عايز أقول لك أن يوم تحرير سيناء هيفضل ذكرى خاصة في وجدان كل مصري. ملحمة استرداد الأرض هي في الأساس انتصار لكرامة المصريين قبل ما يكون انتصار عسكري وسياسي. كانت معركة جسدت أصالة الشعب وبسالة الجيش المصري اللي عمل المستحيل عشان يرجع كل حبة رمل وكل شبر من أرض سيناء. وقتها ابتدوا من على طول بعد لما وقعت سيناء في يد المحتل الإسرائيلي في 67، ابتدت حرب الاستنزاف بعدها بمفيش أيام. على طول كان يعني حصل جهود كبيرة جدا وقتها في الوقت ده، سواء دبلوماسيا أو عسكريا أو مخابراتيا. أمين هويدي رحمة الله عليه كان هو وقتها جدي الله يرحمه، مش عارف بقى شهادتي مجروحة ولا إيه، بس يعني كان على رأس المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت. صحيح. وكانوا ابتدوا على طول الشغل على حرب الاستنزاف، وفاجئوا العدو الإسرائيلي في ذلك الوقت بقد إيه الجندي المصري عنده القدرة على إن هو ما يسيبش أرضه أبدا. وفعلا معركة التحرير نقدر نقول إنه بعد جلاء آخر جندي إسرائيلي وآخر شخص عسكري ومدني، وبعد رفع الرئيس الراحل حسني مبارك العلم بعد استرداد طابة، نقدر نقول ابتدينا مرحلة جديدة. صحيح. بقى بعد معركة التحرير، وهي معركة إيه؟ بناء أرض الفيروز من جديد. ده حقيقي جدا، معركة التحرير تحولت دلوقتي إلى معركة بناء وتنمية. ربما تغير اللون الأصفر إلى لون أخضر، بقينا نشوف رمال سيناء بتتحول إلى مزارع وإلى طرق وإلى مشروعات تنمية وإلى تجمعات سكنية وأراضي صالحة للزراعة. دخلت المياه إلى أرض سيناء، وبالفعل بدأ هناك إنتاج عدد كبير جدا من المحاصيل. في تنمية حقيقية كلنا ملاحظينها بتحدث على كل شبر في أراضي سيناء، وبالفعل بعد ما كنا من زمان، يعني عايز أقول لك إن كان زمان كل الناس بتتمنى إن سيناء بدل ما هي تفضل كده فاضية يبقى فيها شوية تجمعات سكانية أو سياحية، يبقى فيها تنمية حقيقية، فيها ناس قاتلين طول السنة طول الوقت. وده خلي بالك في الأمن القومي أو في نظريات الأمن القومي يعني بيعتبر أكتر حائط صد لأي عدوان ممكن يحدث مستقبلا، لأن هي لما كانت فاضية كان الموضوع بالنسبة لهم بيبقى ربما أسهل بكثير. الدولة المصرية بتتعلم من الأخطاء وبتتعلم من السبق، وده حقيقي. احنا شايفين دلوقتي سيناء بقت ازاي مختلفة. الدولة قامت بجهود كبيرة ومشروعات عملاقة علشان تقدر فعلا تربط سيناء بمحافظات الدلتا وبمحافظات الجمهورية كلها، تقدر تزرع التنمية والخير، وده من خلال مشروعات بتخدم أهلنا في سيناء في كل المجالات. دلوقتي الخدمة في المحافظات الحدودية نفس الخدمة اللي بتاخدها في العاصمة أو على نفس المستوى، إن لم تكن يعني زيها بالظبط بتقترب منها جدا. وهو ده اللي بيحصل بقاله فترة، إن كل المصريين ليهم الحق إنهم ياخدوا الخدمات اللي موجودة في العاصمة. على أي حال يعني إحنا زي ما قلنا بنعيش هذه الأجواء ونحتفل مع بعض في صباح الخير يا مصر. طبعا. بهذه الذكرى الطيبة بننوه برضو على حضراتكم إن النهاردة المتاحف العسكرية وبانوراما حرب أكتوبر مفتوحة بالمجان لكل المصريين، وتستطيعوا أنكم تذهبوا لأي متحف من المتاحف العسكرية مجانا، أنكم تاخدوا أولادكم، أنكم تستغلوا أجازة عيد الفطر المبارك في بعض المعلومات وبعض الحاجات اللي ممكن تعلموها لأولادكم. النهاردة زي ما قلنا حركوا بالمجان احتفالا بهذه الذكرى. صباح عليكم مرة تانية، صباح الفل عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.